وخلينا نفتكر اكتر بقى عن لاعبتنا منتخبنا الوطني لكره اليد، عنده سجل كبير في الحقيقه من الالقاب الافريقيه والدوليه، وقدر ان هو يحقق 7 بطولات افريقيه خلال مشاركته اللي فاتت. في التقرير اللي جاي هنقدر نعرف مشوار المنتخب الوطني لكره اليد مع البطولات الافريقيه. سجل إنجازات منتخبنا الوطني لكرة اليد في بطولة أمم إفريقيا حافل بالإنجازات والمشاركات القوية اللي قدرنا من خلالها نحقق النجمة الإفريقية 7 مرات. مشاركات كانت حماسية وضعت مصر على خريطة الاستحواذ للعبة لأكثر من 40 سنة. منتخبنا الوطني لكرة اليد شارك في 23 نسخة من نسخ بطولة أمم إفريقيا، غاب عن أول بطولتين بس سنة 1974 و1976، وكانت أول بطولة حققها سنة 1991 في النسخة اللي اتلعبت في مصر وفزنا وقتها على الجزائر في النهائي. السنة اللي وراها على طول لعبنا البطولة في ساحل العاج وحصدنا اللقب بعد ما فزنا على المنتخب التونسي. أما اللقب الثالث اللي حصده منتخبنا كان عام 2000 واتلعب في دولة الجزائر، وفزنا في المباراة النهائية على المنتخب الجزائري بنتيجة 22-20، وحققنا اللقب في مباراة قوية وكبيرة بين المنتخبين. شارك منتخبنا المصري لكرة اليد في بطولة 2004، ووقتها مصر استضافت البطولة في القاهرة وحقق منتخبنا اللقب الرابع بعد فوزه على المنتخب التونسي في المباراة النهائية بنتيجة 31-28. وفي النسخة 18 من البطولة اللي اتلعبت في دولة أنغولا سنة 2008 شاركت مصر وحققت نتائج إيجابية وفوز كبير على المنتخبات المشاركة لحد ما وصلت للنهائي وواجهت المنتخب التونسي وفازت عليه بنتيجة 27-25، وحصدت مصر اللقب الخامس في مشوارها الإفريقي. وفي النسخة رقم 22 من بطولة الأميرة السمراء عام 2016 احتضنت مصر وقتها البطولة على أرضها للمرة الخامسة في تاريخها، وقدرت تحقق اللقب السادس في مشوارها الإفريقي بعد ما فازت في المباراة النهائية على المنتخب التونسي بنتيجة 21-19. ووقتها كمان البطولة كانت مؤهلة لأولمبياد ريو دي جانيرو، وقدر منتخبنا يحقق إنجازين، مرة بالتأهل للأولمبياد والمرة الثانية بعد ما حقق النجمة السادسة. أما في النسخة رقم 24 من البطولة في 2020 فقدرت مصر تحقق النجمة السابعة بعد فوزها في المباراة النهائية أيضاً على المنتخب التونسي بنتيجة 27-23. وفي البطولة دي برضو منتخبنا ولاعبتنا الأبطال حققوا إنجاز الصعود والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.